زي كل الروايات اللي كتبتها البطل هو اللي بينتصر في آخرها ودايما تيجي في وقتها. حكايتها حكاية عندها عادية أخدت عليها من كتر ظلمها أشواقها، ده حتى خفت دمها وراها نية مش حلوة جوه منها، وبكرة هتعرف إنها كومبارس بتظهر في لقطة وتختفي بعدها، وبعد منها بلوم نفسي أكتر منها، اكمني خدعت نفسي قال إيه بحبها، أحب ليه تاني، اهمعنا أيامي من غير عينيك وهقول له إيه يعني، وأنا حتى ليه كلامي هيبقى كأنه ليك، مش قادر أسمع له ولا عارف أرجع له، كل البيبان اتقفلت مفيش غيره هسمح له أو حتى لمح له، لو حتى 100 سكة اتسهلت. غني للأيام واحلم بيوم فرحة، غني قول يا سلام لو تيجي مطرحة، هتتمنى وتتهنى بقلب سعيد، ويوم ما يجي يكون ده أكبر عيد، ولو ما جاش ما تقولش كله راح بلاش، عشان ساعتها هتكون خلاص حبيت جديد. ما ينفعش أزعل منك مهما تكون عامل، الزعل بيبقى من حد مهم عندي ويستاهل، مش فارقة معايا تخبط فيا ولا تجامل، ما بتأثرش فيا وعايز تحاول حاول، كل كلامك ملهوش لازمة، ما هو لو تعرف تعمل أزمة كنت عملت، بس انت عرفت ساعتها هتاخد 100 جزمة. اتكلم واجري وفي نفسك ايد، كل اللي بتعمله مش جديد، كل ما تقسى نارك هتزيد.